يا هلا وسهلا فيكم. اول شكرا لكل اللي سالوا عني، سالوا عن البرنامج رسالة خاصة، حتى الواتساب ما ادري شلون تكتب واتساب، بس المهم شكرا لكم، يعطيكم الف عافية. توقفت او تعطلت انا لاسباب شخصية، شغلت كثير في عملي وفي مشروع جديد. طبعا انا اخترت المكان هذا لسبب، يعني هي من الاماكن الاولى او الاماكن الرئيسية اللي يلجا لها اكثر الفريسالز في البداية، لان مكان مخصص للتمرين، فتكون مواقف سيارات هي اول مكان نهجم عليه. حلقة اليوم راح يكون فيها نبدأ عن ابرز الاسماء الموجودة في الساحة العربية للفريستايلرز، وحركة اليوم. حركة اليوم راح تكون عبارة عن اساسيات كرة القدم، دقدقة، كنترول. ان شاء الله تستفيدون، ويصير نرجع لكل الفيديوهات القادمة ان شاء الله. ليتس جو. راح ابدأ بالسعودية، وابرز اسم موجود عندنا في المملكة هو سالم الذيب، بلقب ذا كريزي فيت، الاقدام المجنونة. طبعا اشتهر باسلوب الاير موفز او اللورز، معروف في المملكه، معروف برا المملكه كمان، له صيته ومحبوب عند العرب. ثاني اسم راح اختاره من مصر، طبعا هو يورك، غني عن التعريف، اسمه يوسف ايمن. ايمن يوسف، هو يوسف ايمن، ايمن يوسف، يوسف ايمن، ايمن اسمه يورك. يورك اللي يميزه انه اكثر الفريستايلرز العرب مشاركة في المسابقات الدولية أو البطولات الدولية المفتوحة. تحية ليورك ولكل أهل مصر. تعالوا نشوف أول جزء من حركة اليوم اللي هي الكنترول أو الدقدقة بالرجول. بداية زي ما صحيح أحد قابله، كيف تتمرن على كيف تطور دقدقتك؟ يقول لي أنا ما أعرف أسوي باليمين أو ما أعرف أسوي باليسار. أنا طبعا ألعب باليمين، ولكن طورت الرجل اليسرى فتصير اليسرى زي اليمين بالضبط. هذه الطريقة. طبعا ابدا الكرة في يدك، ترجعها مرة يمين مرة يسار، وعيد الكرة وزيد مثلا يمين اثنين يسار واحدة او العكس. من الاخطاء انك تسوي وتلحق الكرة، اوكي، او انك هذه اخطاء. قد ما تقدر ركز انك بس تلسع الكرة ترجعها. ابدا واحده واحده كل يوم، صدقني راح تتطور، تلقى نفسك خلال اسبوع او خلال يومين ثلاث ايام قاعد تتحسن، يعني قاعد تسوي بالرجلين. ليش بالرجلين؟ راح يساعدك الفري ستايل اذا صار عندك كنترول للرجل اليمنى زي اليسرى. مو اساسي ولكن راح يساعدك، راح يساعدك ويختصر لك اشياء كثيره قدام. حنشوف حركه الدقدقه ثانيه، اوكي؟ ثاني جزء من الدقدقه او الكنترول اللي راح يفيدك كمان في الفري ستايل انك تصير مرتاح من الدقدق بالراس، اوكي؟ يعني تعرفون تحطها ما تغمض، طالع الكرة دقها بطرف دقة زي ما تبي، أهم شيء إنك تكون مرتاح. كيف تصير مرتاح؟ كيف تطور الأسلوب هذا أو كيف تطور الكنترول هذا؟ بالنسبة لي كان نفس الشيء، نفس ما دقدق برجلك دقدق بالرأس، أوكي؟ هي واحدة رجعها، أوكي؟ ارمي الكرة في البداية، خل الكرة تجلس تقعك، أوكي؟ خلها تخبط وجهك، حس بالكرة وهي تصدم فيك، اوكي؟ بعدين تدريجيا تطور انك وش فيك؟ كانك تنتع الكرة، اوكي؟ انك بس تلمسها لمسة خفيفة، يعني تشد عضلة الرقبة وتلمس الكرة، اوكي؟ ترجعها مكان ما جت فوق، وتدريجيا تزيد العدد. جدا سهلة، لا أحد يستصعبها، طبعا في البداية بيصير شكلك كذا. في شكل جديد، في شكل مو جديد، خصوصا لما يعني يستكن أو يكون خلاص يعني متمكن، تلقاه يسوي كذا. حلو إنك تضحك على نفسك وكذا، بس أحسن من إنه يضحك عليك أحد ثاني. جزء ثالث من الدقدقة أو الكنترول. الطريقة الصحيحة هذه، حط الكرة كذا جنبك، يعني لا تكون ورا ولا قدامك ولا تلف جسمك ولا شيء، تابعني، حط الكرة جنبك، بعدين خذ جزء من الخطوة، يعني تصير في زاوية، رجولك الثنتين في زاوية، اليمين واليسار، إذا كنت طبعا تقدر، إذا رجلك الأساسية اليمين، إذا رجلك الأساسية اليسار، نفس الحركة، تكون واقف كذا.
جسمك على رجولك على زاوية ويدك جنبك اللي هي الكورة طبعا الجهة هذا. أسير لما أحرك رجلي بحركها على وراء، يعني لو واقف كذا راح أحرك على وراء، بس لو واقف هنا أحرك على جنب فتصير بالضبط تحت الكورة، فسهل إنك تشوفها، سهل جسمك يتوازن وسهل إنك تلمس الكورة. أوكي، شيء ثاني مهم في البداية لأنه ممكن تغلط طبعا، الكنترول هذا جاء بعد ما غلطت كثير، فكنت أتمرن ومقابل رجل يمين أعطى جدار بحالة إنه أخطيت في جدار، وإذا أخطيت الجهة الثانية هنا أو هنا سهل إنك تجيبها بيدك. أوكي، يعني مديك تلحقها. أوكي، بس الجهة هذه شوي صعبة إنك كل شوي تقعد تلحق. جربوها ممتعة بكل شكلها. واللي ما ذكرت اسمه واللي بيزعل هذه مسار راس. طبعا الدعم والتشجيع يستمر اي عمل ابداعي، فاللي اتمنى منكم دعموا كل اللي تشوفونه مبتدئين، كل اللي يبدا يسوي حركه جديده، اول حركه حاول انك تشجعه، بطلوا تحطموا بعض، بطلوا تحبطوا بعض، حاول قد ما تقدر كلمه حلوه، كلمه طيبه صدقه، قول كلمة حلوة ولا اسكت، بلاش التعليقات التعبانة، بلاش التعليقات اللي ما تشجع، بلاش التعليقات اللي ما تفيدك في الملعب، الحركة ما تفيدك في الملعب، الحركة ما تفيدك في الملعب، الحركة ما تفيدك في الملعب. يا عزيزي ما حد قال لك ان الحركة هذه للملعب، نرتقي شوي، اسمحوا لكل ابداع انه ينتشر، اخي خلي العالم الثاني تبدع في الاشياء اللي تسويها، اترك مجال لغيرك انه يبدع. وانشغل بنفسك وحاول انك انت كمان تبدا. نشوفكم على خير الاسبوع الجاي، في امان الله، سلام.